وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سنشرح وإياكم بصحبته في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم نسأل الله عز وجل يبارك في علم الشيخ وعمله ولده وأن يجزيه عنا خير الجزاء وباسمكم نرحب به حياكم الله مع الشيخ عبد الله حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بارك الله فيكم نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا نزار من العراق تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم ارفع صوتك يا أستاذ نزار حياك الله أحمد وحيا ومعالي الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الصوت غير واضح يا سيد الكريم شيخ الفاضل لدي عدد السؤال الأول عن عبد الله الصوت غير واضح يا أستاذ نزار عذرا أعتذر منك يعني الصوت لم يأتيني واضحا لعلك تعود الاتصال بنا أخي الكريم أبو عبد الله تفضل أبو عبد الله معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ جزاك الله خير الصوت يا أخي وشم الأقلام بالأذان أستاذ الكريم نعم تعيد السؤال إذا تكرمت وشم الأقلام وضع أقلام عليها بالوشم يعني كذا وشم على أذان الأقلام بدلا من وضع ختم الأرقام هذا وشم زي مثل الحق تسأل عن الوضع يا استاذ عبد الله ابو عبد الله تسعى عن وضع الارقام او الوشم على على وجوه الاغنام لا على الاذاني ليس على الوجه اللي يعتبر الوشم الان يعتبر الوشم لكن في ارقام يعني كل كل راس له رقم معين اي في ارقام توضع يعني بلاستيكيه في ناس يشمون على بالنار مثلا اي نعم على اللدن ليس على الوجه انت تقصد بالنار اي نعم طيب في الأجهزة أو بالنار طيب. رأي الشيخ بارك الله فيك بالآونة الأخيرة كثر المولين الرعى ويستنزفون أموال كثيرة من المسلمين مجرد تفسير رؤية يعني كثرة وش يشوف شراي الشيخ فيها يعني تعليق فيها طيب. جزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا باخت معي تفضل باخت معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتح الله على الجميع اللهم آمين يا معالي الشيخ في سؤال لو أذنت لي يا أستاذ أحمد تفضل يا أستاذ في رجل تزوج امرأة ثم طلبت السفر إلى أهلها فسافرت بعد 5 أيام طلقها بلف طالق 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 ينوي هو الثلاث ولا يريد مراجعتها هي الآن تطالبه بنفقة 3 شهور هل لها الحق في ذلك أم لا واضح السؤال يا أستاذ أحمد النفقة هذه هي جلست عنده 3 أيام مع العدة تقصد لا لا هي أو كانت زوجته ثم سافرت إلى أهلها وبعد 5 أيام طلقها نعم بلغض أنت طالق 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 يقول أردت 3 ولا أريد مراجعتها هي الآن تطالب تقول أنا طالب بنفقة 3 شهور مقبلة نعم
واضح واضح واضح. السؤال الثاني، السؤال الثاني لو تكرمت، الآن ما يسمى بيع في بيع الأسهم، ما يبيعون بسعر السوق أو كذا، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ نعم. طيب سؤال، شكرا لك، بارك الله فيك. أم الحسن من الجزائر تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أولا أشكركم على هذه الحصة وجزاكم الله خير الجزاء. سؤالي فيما يخص الدعاء ما بين التشهد والسلام، هل نحرك السبابة، أن نتوقف عن تحريك السبابة ووضع اليدين على الركبتين أم العكس؟ وهل هذا مشروع أم لا؟ وأريد من الشيخ أن يدعو لي بالذرية الطيبة الصالحة، فإن عمري تعدى 40 سنة ولم ألزق بالذرية، ولكن ما زلت عندي أمل في الله سبحانه وتعالى. هل أنا على حق أم علي أن أصبر وأيأس من الذرية؟ وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك يا أختي، نسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالذرية الصالحة. نزار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا معالي الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، كيف حالكم؟ حياك الله وبياك، وحيا العراق وأهله. حياك الله يا شيخ. شيخ لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا منع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج كثير من الصحابة بالنساء النصرانيات؟ هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني، لدي صديق يبلغ من العمر 50 عاما، يحب فتاة النصرانية لا تندب، فيريد الزواج بها. شيخ الفاضل، هل يجوز الزواج بتلك الفتاة النصرانية علما أنها لا تنجب الأولاد، وهو يقول أنا راضي أنا لا أحب الأولاد؟ السؤال الثالث سيدي، لدي قانون هنا إزالة الشيوع، فالشخص الميت عندما يترك عقارا إذا امتنع أحد الورثة ببيع العقار، فيقدم أحد أبنائه إلى محكمة شرعية ببيع العقار للمزايدة العلنية، فيبيعون العقار للمزايدة العلنية ويوزعون المال على الورثة، فهل هذا البيع بيع صحيح وزائل شرعا؟ والسؤال الأخير سيدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، رواه الإمام الطبراني، ما معنى هذا الحديث؟ وجزاكم الله كل خير وحفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي متصل أبو موسى من الجزائر، تفضل. تفضل يا أبو موسى، تفضل يا أخي الكريم، تفضل يا أخي الكريم. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ عبد الله. الأخ الكريم أبو عبد الله من السعودية يسأل عن وسم الغنم بكيها بالنار، كي آذانها بالنار، أو وضع العلامات البلاستيكية وخرم هذه الإذن وتبقى معلقة هذه القطعة البلاستيكية تحمل رقما لهذه البهيمة لمتابعة علاجها أو لمتابعة عدد هذه الأغنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توسم بهيمة الأنعام مع وجوهها، لما في ذلك من التشويه وزيادة الألم عليها، لكن إذا دعت حاجة إلى وضع وسم أو علامة على الأذن أو على غير الوجه، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، ولكن إن تيسر أن يكون في مكان لا يصير فيه ألم للحيوان كوضع ذلك في القرن أو ما أشبه ذلك، كان هذا أولى. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
يطلب رأي معالي الشيخ في كثرة مؤول الرؤى وانتشارهم وما يصحب ذلك من أحيانا إسقاط بعض الرؤى على مشاكل اجتماعية تعود مثلا بخلاف بين الأسر وقطيعة بينهم والتكسب من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما بقي من الوحي إلا الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. وتفسير الرؤى أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل أصحابه في بعض الأيام: من رأى منكم رؤيا؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون الرؤى، لكن هناك مع الأسف الآن توسع في تفسير الرؤى ممن لديه خبرة بتفسيرها وممن ليس لديه خبرة. وقد جاء في بعض النصوص أن الرؤية تكون على حسب تفسيرها، ومن ثم فالتفسير ليس بالأمر السهل. لهذا لا ينبغي أن يتصدى لتفسير الرؤى إلا من لديه خبرة بالقواعد التي ينطلق منها في تفسير الرؤى. وعلينا ألا نتوسع في التفسير وألا نجعل ذلك ديدننا في حياتنا، ومما يؤسف له أن هناك من يتصدى لذلك عن طريق البرامج المخصصة لهذا في القنوات وغيرها، وتأتي تفسيرات لا ناقة لها ولا جمل وليس لها أصل، ويبدو أنها مبنية على التخرص، فينبغي التقليل من ذلك. وأما ما ذكر من تنزيل الرؤى على بعض الوقائع التي تقع في المجتمع وربط الرؤى بهذه الوقائع، فإن كان ذلك من قبل شخص متخصص لديه خبرة بهذا الأمر فليس في ذلك بأس، وأما إن كان من كل إنسان دعي أو غير دعي فإن هذا تترتب عليه مخاطر كبيرة، ولربما اتخذ الناس إجراءات بناء على هذه التفسيرات التي ليس لها أصل. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا باخت يقول: رجل طلق امرأته، وحين طلقها نوى الطلاق البائن، فهل وطلبت منه نفقة 3 أشهر قادمة، هل يحق لها أن تطلب هذه النفقة؟ أولا هو ذكر أنه نوى طلاقا بائنا، وهو طلقها 3 تطليقات في مجلس واحد، وهذا من الأمور المختلف فيها. هل إذا طلق الإنسان 3 طلقات في مجلس واحد يقع الطلاق بائنا، أم هو طلاق رجعي بمعنى لا بد أن تكون كل طلقة في مجلس مستقل؟ فهذا محل خلاف بين العلماء. ثم لو افترضنا أنه طلاق بائن، فإن العلماء مختلفون في المطلقة طلاقا بائنا هل لها نفقة أو ليس لها نفقة. على أقوال 3: قول بأنها لها نفقة، وقول بأنه ليس لها نفقة إلا إن كانت حاملا، لأنها إن كانت حامل فبالاتفاق لها النفقة، وقول لها السكنى دون النفقة. وهذه المسألة التي تسأل عنها المرأة أو يسأل عنها نيابة عنها، هذه مسألة خلافية وفيها الآن نزاع بينها وبين مطلقها، والمسائل الخلافية يترك أمرها للقاضي ليرى في ذلك رأيه. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل كذلك عن بيع ما يسمى بسعر السوق. لا مانع أن يقول بعتك بسعر السوق إذا كان سعر السوق موحد ليس نعم. متفاوت. لكن إذا كان سعر السوق متفاوت فإن هذا بيع غير صحيح، لأن هذا فيه جهالة، وهناك بعض السلع يختلف الناس في بيعها فتجد سعرها مرتفع في بعض الأماكن، ولا سيما الأماكن التي أجاراتها مرتفعة، بينما هو منخفض في أماكن أخرى. يسأل عن الأسهم وهي معروفة، هو
يسأل عن المصطلح هذا في سوق الأسهم. الأسهم إن كانت من الأسهم النقية فهذه لا بأس ببيعها وشرائها ووفقا لما يكون في السوق، ولكن ينبغي أن يكون لديه تصور على الأقل قريب، لأن لا يكون بعد فترة طويلة، لأن بعد فترة طويلة قد يكون الارتفاع كبير وقد يكون الانخفاض كبير، ومن ثم تكون الجهالة موجودة. لكن لو قدر أنه قبل يوم أو يومين فالغالب أن الاختلاف في ارتفاع السعر أو في هبوطه في الحالات العادية يكون يسيرا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال الأخت الكريمة أم الحسن من الجزائر، وضمنت هذا السؤال طلبا بالدعاء لها بالذرية الطيبة الصالحة. تسأل عن ما يخص الدعاء في التشهد الأخير، هل يحرك الإنسان سبابته وهو يدعو ويتشهد أم يبقيها ساكنة؟ نسأل الله عز وجل أن يمنح الأخت ذرية صالحة، وأن يمنح كل من يطلب ذرية أو غيرها، وحقق الله عز وجل له ما يتمنى، وعليها وعلى غيرها أن يلح بالدعاء وأن يتخذ الأسباب. وفي هذا الزمان فيما يتعلق بالإنجاب هناك وسائل أصبحت معينة بعد مشيئة الله وإرادته، كالحقن المجهري وكطفل الأنابيب وما إلى ذلك من الوسائل الطبية التي يسرت بفضل الله عز وجل الإنجاب لمن يعسر عليها الإنجاب أو من يعسر عليه التلقيح لسبب أو لآخر. فاستخدام هذه الوسائل أمر محمود. وأما ما يتعلق بتحريك السبابة في التشهد فإن السبابة تحرك ندبا عندما يدعو الإنسان، ففي كل موطن من مواطن الدعاء في التشهد يندب للإنسان أن يحرك سبابته، ولكن ذلك أمر مندوب، فإن حركها فحسن وإلا فليس لا شيء عليه. بارك الله فيكم مع الشيخ وأحسن إليكم. الأخ نزار من العراق يسأل عن سبب منع عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه أن يتزوج الصحابة أو كثير من الصحابة بنساء النصرانيات. من المعلوم أن الله عز وجل قد أباح الكتابيات، ومن ثم لا تثريب على من تزوج كتابية، وقد تزوج بعض الصحابة كتابيات كحذيفة بن اليمان وغيره. لكن عمر لعله إنما منع ذلك سياسة شرعية وهي التي يملكها ولي الأمر متى رأى مصلحة في ذلك، والذي يدل عليه قوله عز وجل أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع من مباح لمصلحة رآها فإنه يملك ذلك. ولعل عمر رأى أن بعض الصحابة قد توجهوا إلى التزوج من الكتابيات، وهذا ينعكس سلبا على النساء المسلمات فمنع منه لهذا الغرض، أو لأنه خشي أن يكون ذلك وسيلة من وسائل نقل أسرار المسلمين إلى غيرهم، وخاصة وأن الفتوحات كانت في عهده منتشرة وهي موجودة مع الفرس والروم شرقا وغربا، فلعله رأى مصلحة في المنع من ذلك. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز لصديقي أن يتزوج نصرانية لا تنجب ولا لأنه لا رغبة له بالأولاد، وهذه يعني الفتاة النصرانية تكبره بعدة أعوام كما ذكر؟ الأولى أن يتزوج مسلمة يعفها وتعفه ويكون عونا لها على طاعة الله عز وجل. ولكن إذا وجد ما يدفعه إلى زواج هذه النصرانية وكان لا يخشى عليها، لا يخشى منها على دينه، لأن هذه مسألة مهمة، بعض الأشخاص يكون دينه رقيقا ويكون سهل التأثر، فلربما أثرت عليه فيما يتعلق بالجانب الديني، فالذي لا يطمئن إلى نفسه ولا يثق في قوة إيمانه فعليه ألا يتزوج غير مسلمة.
لكن في الجملة الأصل أن زواج الكتابيات أمر جائز. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. أستأذنك معي محمد من الجزائر تفضل. يا محمد تفضل معنا. محمد أم صالح من الإمارات معنا تفضلي. ألو تفضلي يا أم صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. عندي ثلاث أسئلة يا أخي الله يحفظكم. الأول السؤال الأول، هل يجوز للمأموم من الرجال قراءة الفاتحة مع الإمام أثناء ما يقرأ الإمام الفاتحة؟ هل يجوز لهم يقرأ الفاتحة المأموم؟ طيب هذا السؤال الأول. الثاني السؤال الثاني، أتينا قبل يومين من تايلاند وصلينا صلاة الظهر والعصر في مطار أبو ظبي جمعنا، هل فعلنا هذا صحيح أو فيه يعني خالفنا الشرع في صلاتنا في مطار أبو ظبي؟ احنا جينا من تايلاند واحنا من مواطنين من دولة الإمارات من أبو ظبي. طيب أنتم أتيتم في وقت صلاة الظهر أو في صلاة العصر؟ جمعنا الظهر والعصر في مطار أبو ظبي. إيه جمع تقديم؟ جمع تقديم. طيب السؤال الثالث، وصلنا بيت يمكن حدث ساعتين وجاءتنا صلاة العصر وإحنا في بيتنا. طيب هل صلاتنا صحيحة أو نعيد صلاة العصر؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث تفضلي. بالنسبة للرجال، أتى رجل في الركعة الأخيرة في صلاة العصر. نعم. وبالنسبة له الركعة الأولى، وبالنسبة للإمام ومن مع الإمام الركعة الرابعة. نعم. هل عند جلوسه من التشهد والصلاة الإبراهيمية، هل تصلي يعني يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية أو يبقى صامتا خلال ما الإمام والمأمومين لم يجي معه يقولون التحيات والصلاة الإبراهيمية؟ طيب. جزاك الله خيرا، شكرا لك يا أختي. حنان من الجزائر تفضلي. أختي حنان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مشكورة على هذا البرنامج القيم. الله يحييك يا أختي، العفو. عندي سؤال فيما يخص بالنباضية الشيخ، فيما يخص مسألة تغطية القدمين، هل هو واجب أم مستحب في الصلاة؟ طيب سؤال آخر. شكرا لك، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أختي. أبو محمد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يحفظك. أبغى أسأل الشيخ الله يحسن إليه عن برنامج أو عرض كرتوني في إحدى قنوات المسجد، يصور فيه الله يحفظك قصة هارون وقصة السامري، موسى عليه السلام وصنع السامري للعجل. نعم. وش اسم البرنامج الكرتون يا شيخ؟ البرنامج هذا يظهر في قناة بسمة اللي من باقة قناة المجد. نعم. ما حكوا مع الشيخ الله يحفظك. طيب في تفاصيل معينة حتى تتضح الصورة اللي مع الشيخ؟ الله يحفظك. البرنامج يصور القصة هذه تصوير كرتوني للأطفال. نعم. ويستهدف الأطفال ويقول الأطفال أصغر من أن تفهم القصة بصور كرتونية. طب ربما تعلق هالصور في أذهانهم حتى. لكن وش الإشكالية، وش المأخذ الشرعي يا أستاذ في هذا؟ الإشكالية الله يحفظك، أنا أبغى أسأل عن حكم تصوير القصة بمشهد كرتوني. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. محمد أشكرك يا أستاذ الكريم. شكرا لك. يعني عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عمر. الله يمسك بالخير. يا مرحبا أستاذ عمر. في حديث عن رسول الله منه في بعض المواطن اللي يجوز فيها الدعاء والتي يعني استجاء فيها الدعاء، من ضمنها بين عند دخول الخطيب وبين الخطبتين. طيب إذا دعينا قالوا هذا بدعة، وفي نفس الوقت يقولون هذا مستجاب، فإحنا ما نحن عارفين نحن ندعو ولا ما ندعو؟ يعني نحن ندعو في هالوقت هذا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله.
لا أنا ما أدري، لأنه هو يعني أدلى وقائد المسجات اللي بين الخطبتين وصعود الإمام على المنبر. صحيح. إذا رفعنا يديها أو ندعو قالوا هذا ما يجوز، وقالوا في نفس الوقت يقولون هذا مستجاب. نعم. حنا ودنا نعرف إشكالية الأمر. أبشر 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 عمر. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وأسئلة الأخ الكريم نزار في سؤال الثالث يقول: لدينا في العراق قانون إزالة الشيوع، وإذا بحيث إذا امتنع أحد الورثة عن بيع يقدم يتقدم الورثة بقية الورثة إلى المحكمة ثم يعلن عن بيع هذا العقار أو هذه المزرعة أو هذه العين على بمزاد عام، فيشتريها أحد الورثة أو غيرهم. قسمة الأموال تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي وقسمة إجبار. فأما قسمة الإجبار فهو بالنسبة للأشياء التي تنقسم من غير ضرر ومن غير رد عوض، فهذه إذا امتنع أحد الشركاء عن القسمة فإنه يجبر على ذلك ويعطى نصيبه، بمعنى أنه يقسم ويعطى نصيبه. القسم الثاني قسمة التراضي، وهي بالنسبة للأشياء التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، فهذه إن تراضى الشركاء على قسمها قسمت، وإن لم يتراضوا فإن الجهة الرسمية كالمحكمة تقوم ببيع ذلك المشترك من عقار أو غيره، ثم تقسم قيمته على الشركاء، يعني فيما يتعلق بالإرث يكون على الورثة. والذي يظهر أن هذا القانون إنما يقصد منه إزالة الضرر عن بقية الشركاء، لأن بعض الشركاء يقول أنا لن أقسم، والبعض يقول أنا أريد حقي وأريد أن أتصرف فيه، فمن ثم يرفع الضرر ببيع هذه العين وقسمة ثمنها. فالذي يظهر أن هذا القانون ليس فيه بأس، وإزالة الضرر أمر مطلوب. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. في سؤال الأخ الكريم نزار الرابع يقول: أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، أنا لا أعرف هذا الأمر. والله أنا هذا الحديث لم أسمع به ولا أعلم المراد بكلمة قصوا. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. أم صالح من الأمارات تقول: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو أثناء قراءة الإمام؟ قراءة المأموم خلف الإمام للفاتحة مسألة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة مشهورة: قول بأنه يلزمه أن يقرأ في الصلاة السرية والجهرية، وقول بأنه لا يلزمه أن يقرأ ويتحمل الإمام ذلك عنه، وقول بأنه يلزمه أن يقرأ في السرية لا في الجهرية. والأظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يقرأ في السرية والجهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قول في الحديث الآخر: لما كان الصحابة يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعليه فالراجح أن يقرأ الإنسان أما خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، لأنه إن تيسر له أن يقرأ في الجهرية في سكتات إمامه فإنه يقرأ، وإن لم يتيسر له فإنه يقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، وإن كان الإمام يقرأ السورة التي بعدها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول: وصلنا أتينا من سفر إلى أتينا من تايلاند وقت صلاة الظهر، ووصلنا مطار أبو ظبي، ثم جمعنا صلاة الظهر والعصر في المطار، وصلنا إلى بيتنا ووقت صلاة العصر، هل عملنا هذا صحيح؟ هذا يرجع إلى هل هم من نفس المدينة التي فيها المطار، وهل المطار في المدينة، فعندئذ صلاتهم للعصر غير صحيحة. صلاة الظهر صحيحة إن كانوا صلوها أربعا، وإن كانوا صلوها ركعتين فعليهم أن يعيدوا. أما العصر فقد صلوها قبل دخول وقتها، وبوصولهم إلى المطار إذا كان المطار في داخل المدينة فإن الجمع عندئذ لم يعد مشروعا،
لأنه بوصولهم للمطار انتهى حكم السفر. أما إذا كانوا من مدينة أخرى ومن ثم فهم لم يصلوا بعد إلى سكنهم، ليس العبرة بوصولهم إلى دولة الإمارات، وإنما العبرة بوصولهم إلى مدينتهم التي هم مقيمون فيها. تقول نحن من أبي ظبي، من أبو ظبي، ودخلنا مطار أبو ظبي. إذا كانوا من نفس المدينة وكان المطار في المدينة، يعني لا يفصل بينه وبين المدينة فاصل، فمعناها أن السفر قد انتهى. أما إذا كانت هناك مرحلة، هناك يعني كيلوات ما بين المطار وما بين المدينة، كما هو الآن في مدينة الرياض، لأن من وصل إلى مطار الرياض لا يعد بأنه وصل إلى مدينة الرياض، فإن كان الأمر كذلك فإن جمعهم وقصرهم لا غبار عليه. بارك الله فيكم. إذا كان هناك فاصل بين المطار والمدينة بكيلوات كما تفضلتم فإن صلاتهم صحيحة. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت حنان من الجزائر تسأل عن تغطية القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة. يرى بعض العلماء وجوب تغطية القدمين، والأظهر أن ذلك أمر مستحب ليس بواجب، فالأولى أن تغطي المرأة قدميها في الصلاة، لكن لو لم تغطيها فصلاتها صحيحة. بارك الله فيك مع الشيخ. خطيب الشيزاوي يسأل مع الشيخ، هل يجوز الانتفاع بالرهن بمبلغ الرهن؟ العين المرهونة لا ينتفع بها إلا إذا كان الإنسان ينفق على هذه العين، اللي هو الذي عنده العين الذي ارتهنها، إذا كان ينفق عليها فله أن ينتفع بما يقابل ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرهن بأنه يحلب إذا كان مما يحلب مقابل نفقته، ويركب إذا كان مما يركب مقابل الإنفاق عليه. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة ميهاف تقول، أنا طالبة أدرس في جامعة مجاورة للمملكة، وفي بعض المحاضرات المتعلقة بدخول المعامل، معامل تحاليل أو كيميائية، يأمرني المحاضر أو المعلم أو الدكتور بنزع حجابي وأهدد بالخصم إن لم أفعل ذلك، فما الحكم؟ أولا على الذين يشرفون على هذه الدراسات، سواء كانت نظرية أو كانت معملية، أن يتقوا الله عز وجل، فيعلموا أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما فإنه شديد العقاب. عليهم ألا يخالفوا شرع الله عز وجل، ولا يأمروا غيرهم بمخالفة شرع الله. على هذه الأخت أن تجاهد في سبيل المحافظة على ما أمرها الله به من الحجاب والنقاب، ونسأل الله الهداية للجميع. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو محمد يسأل عن برنامج كرتوني يعني يعرض في قناة بسمة في المجد كما ذكر، يصور، أنا لا أعرف هذا البرنامج، صيحة هارون والسامري، جواز ذلك معالي الشيخ؟ أما إذا كانت تظهر صورة يدعى بأنها لهارون فإن هذا غير جائز، الأنبياء لا يجوز تصويرهم بأي وجه من الوجوه، وأما إذا كانت تحكى القصة ومراحلها دون صور لنبي الله عز وجل فلا يظهر في ذلك بأس، لأنه أسلوب من أساليب التعليم. بارك الله فيكم على الشيخ. والذي يعلمه أنا أن لدى القناة رقابة شرعية قوية جدا في مثل هذه الأشياء، ولا يمكن أن يمر ما فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، لكن رغبة بسؤالك أبو محمد طرحت هذا السؤال على ضيفي الكريم معالي الشيخ، شكرا لك. وأخذ اتصال. طيب، هذا الأخ الكريم عمر يسأل معالي الشيخ عن المواضع، ذكر من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء لحظة خروج أو وقوف الإمام على المنبر حتى تقام الصلاة، يقول الآن لم نعلم، نحن نرغب في الدعاء وكذا، لكن قد ينكر علينا بأن هذا ما نقوم به بدعة حينما نرفع أيدينا وندعو الله عز وجل. أولا جزا الله سائر خيرا على طرح هذا السؤال، لكنه في عباراته يقول يقال لنا بأن هذا بدعة، ويفهم من هذا كأنه يقول له هذا الكلام من له خبرة في الجانب الشرعي، وكأنه عمم الحكم
فأتمنى في مثل هذه الأمور ألا يعمم الحكم، ويقال يقول لنا البعض حتى لا ينسب الأمر إلى كل متخصص في الشريعة الإسلامية وكل آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر. وفي مثل هذه الحالات، هذه المواطن التي سأل عنها عند صعود الإمام إلى المنبر وجلوسه عليه قبل شروعه في الخطبة وما بين الخطبتين، فإن الدعاء مشروع، بل إن هذا من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، ولا مانع من رفع اليدين لأنه من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه. بارك الله فيكم. كريم أو كريم العمري يسأل معالي الشيخ، هل تجب المضمضة في الوضوء لمن يعاني من آلام في أسنانه؟ يتمضمض على النحو الذي لا يشق عليه، ربما يؤلمه البارد فيستخدم ما ليس باردا أو العكس، ولو قدر أنه لا يستطيع استخدام الماء كلية لأنه نهاه طبيب لسبب أو لآخر فإنه لا يتمضمض، ولكن بعد فراغه من الوضوء يتيمم عن هذا العضو الذي لم يقم باستخدام الماء فيه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا رسالة من محمد بن فرح الفيفي يسأل معالي الشيخ، حكم تأخير الحج السنة القادمة بعد تحذير المنظمات الدولية من انتشار فيروس كورونا في الحج؟ أولا علينا أن نستبق هذه الأمور، والحج بقيت عليه أشهر، 4 أشهر وزيادة، يعني ما يقابل 5 أشهر، وهذا المرض يبدو أنه ضخم أكثر من اللازم، وهناك مع الأسف من يحلو له طرح الإشاعات والأخبار غير الصحيحة، ولا سيما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك وغيرها، فعلينا ألا ننساق خلف هذه الإشاعات وأن نتلقى الأخبار من مصادرها الرسمية، ووزارة الصحة لديها شفافية في هذا الجانب، والأمر أيسر بإذن الله مما يتصوره السائل، وإن شاء الله سيزول هذا الأمر، وهو الآن في حدود أمر طبيعي وليس وباء حتى يخاف الناس من ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو موسى من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أبو موسى من الجزائر. تفضل يا سادة. يا شيخ، عندنا مسألة هنا في الجزائر، مسألة العذر بالجهل. نعم. يوجد جماعة هنا يكفرون المعين من وقع في الجهل في الأمور المحققة الدين بالضرورة، هل يعذر بالجهل أم لا يعذر بالجهل؟ هل يكفر بعد قيام الحجة أو يكفر بعد قبل قيام الحجة؟ نعم، هذا هو السؤال يا شيخ. بارك الله فيك، شكرا. شكرا لك يا أبو موسى. وليد هود من اليمن تفضل معنا. هود تفضل. أيوة تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك يا أخي. معنا سؤال، سؤالين يا شيخ. تفضل يا سعد. السؤال الأول، والدتي صلاتها ما تعقل إيش تقول لها؟ لا تعلم؟ يعني ما تعقل إيش تقول في الصلاة، تتكلم في صلاتها، هل صلاتها صحيح ما صحيح؟ كبيرة في السن يا أستاذ هود. كبيرة في السن. نعم نعم. وبلغت مرحلة الخرف، يعني تفهم عيالها ما تفهم عيالها. طيب، والصيام هل عليها صيام ما عليها صيام؟ طيب، السؤال الثاني أستاذ. السؤال الثاني، والدي له 2 أو 3 سنين على الفرش، الرجل حقه مقطوعة. نعم. ويتيمم بالتراب. نعم. ما يتيمم بالطين، بالماء يتيمم. لا لا. طيب، يعني يداته فيها فترة، يعني يشيل الماء بيداته في يداته تتحرك. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. السؤال الثالث، يعني الإمام يأذن بعد الصلاة الفريضة وبعدين يخوي برع المسجد وبعدين يعود يقوم بالصلاة، هل المال صحيح؟ طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. بارك الله فيك. وليد معي تفضل. وليد معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يسلمك. أنا
عندي اشتريت قطعة أرض في السودان كويس، وقام شخص بتحويل المبلغ بجنيه سوداني إلى السودان، وأنا سلمت المبلغ في السعودية بالريال بعد شهرين، يعني ما هو بنفس اليوم، بعد شهرين. هو اشترى لك القطعة في السودان ثم سلمته المبلغ أنت بالمبلغ السوداني بالريال السوداني؟ لا أنا اللي اشتريت، هو قام بتحويل المبلغ لأهلي في السودان. بالتحويل؟ حول المبلغ لأهلي في السودان، هو متواجد في السعودية. نعم. أيوه، وقمت بتسليم المبلغ بعد شهرين واشتريت الأرض. نعم. في نفس الله. فبصراحة ما كنت يعني ما عندي علم إنه في شو خطرية في الموضوع يعني. طيب. فما أدري. أنت حتى أكون بالصورة يا أستاذ، أنت رجل يعني حول لأهلك مبلغ من المال واشترى قطعة أرض نيابة عنك، وأعطيته المبلغ أنت بعد ثلاثة أشهر أو بعد شهرين. حول لأهلي المبلغ، أهلي هم اللي اشتروا لي الأرض. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ والأخ الكريم أبو موسى من الجزائر. يسأل عن العذر، مسألة العذر بالجهل، وكما ذكر يوجد جماعة يكفرون المعين بعد إقامة الحجة عليه، وهذا للأسف الشديد منتشر هناك بشكل كبير، حيث الأسئلة كثيرة ترد عن انشغال مثل هؤلاء الأخوة بهذه المسائل الكبيرة. مسألة التكفير مسألة خطيرة، ومن قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك فإن الأمر يرتد عليه، كما جاء في الحديث يبوء به أحدهما، فالأمر ليس يسير. ومن ثم فعلى هؤلاء وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يكفر أحدا ولا يحكم على أحد، فإنما التكفير يرجع فيه إلى الجهات المختصة كدوائر الإفتاء التي عهد إليها بمثل هذا الأمر. وأما الجاهل فإنه يعلم، وإذا علم فإن الحجة تقوم عليه، أما أن يحكم عليه بالكفر ومن ثم يرتب على ذلك ما يرتب فذلك أمر غاية في الخطورة. هل الإنسان مخول فضيلة الشيخ أنه يقيم الحجة ويحاكم على ذلك؟ لا يجوز له ذلك، هناك جهات مختصة تتولى مثل هذه الأمور، ولو ترك الأمر للناس لقتل بعضهم بعضا ولسفك بعضهم دم البعض الآخر. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولا يجوز لإنسان أن يدخل فيها، وإنما تترك للجهات المختصة التي عهد إليها بهذا الأمر. بارك الله فيكم على الشيخ. هود من اليمن أسأل بأن والدته تتكلم في صلاتها وأحيانا لا تحسن الصلاة كبر سنها، حتى أن أولادها لا تعرفهم أحيانا، وكذلك يسأل عن الصوم. يبدو أن هذه قد دخلت مرحلة الخرف، فهي ممن رفع القلم عنها، وإذا كان لديها بعض الإدراك فإنها تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام، فإن أدت ذلك فحسن، وإن لم تؤده فلا يشدد عليها. بارك الله فيكم. يقول والدي له سنة أو ثلاث سنوات وهو على فراش مقطوعة رجله، فهل يتيمم بالتراب؟ أسأل الله لوالده ولغيره الأجر والمثوبة، ومن يقدر على الوضوء بالماء فإنه لا يتيمم، وبإمكان إنسان الذي هذا وضعه أن يتخذ الوسائل التي تعينه على أن يتوضأ بالماء، وإذا شق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فإنه يتوضأ للصلاتين اللتين تجمعان مع بعضهما، ويجمع جمعا سوريا، بمعنى يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. أما أن يتيمم وهو قادر على استخدام الماء فلا، لكن إذا كان لا يقدر على استخدام الماء البتة فإنه يشرع له التيمم. بارك الله فيكم على الشيخ. يقول مؤذن يؤذن ثم يخرج من المسجد لبعض عمله أو لبيته ثم يعود ويقيم ويؤم الناس في الصلاة. الأمر سهل الحمد لله، إن تيسر له أن يبقى في المسجد بعد الأذان فحسن، وإن خرج لحاجة من الحاجات فلا تثريب عليه. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ وليد يقول بأن أحد الزملاء حول إلى أهلي في السودان مبلغا من المال واشتروا لي قطعة أرض، ثم سلمت هذا الزميل هذا المبلغ الذي اشترى لي به الأرض أو حوله إلى أهلي بعد ثلاثة أشهر. أما بالنسبة لكون حول النقود إلى أهله واشتروا فليس في ذلك بأس، وكأنهم يعني كأنه أقرض هذا الشخص، ولكن بقيت القضية في مسألة وفائه لهذا القرض وهو بالعملة
السودانية والوفاء الآن يتم بالعملة السعودية، هذه مسألة مصارفة، والمصارفة ينبغي أن تكون يدا بيد. الوسائل الحالية الآن ممكن أن تعين في هذا الجانب بأن يوكل من يقوم بالمصارفة هنا وهناك، ويتم القبض ما بين الطرفين في نفس الوقت عن طريق أجهزة التواصل الحالية. بارك الله فيكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء السابقة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لكم وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. اللهم أمين. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.